قبل أن أواصل سأتحدث عن شيء جديد قد يكون مألوف لديك. إذا كنت أخذت كيمياء قد تكون لديك معرفة به، وهو المول. المول هو ليس بالمتجر الذي تشتري منه، بالرغم من أنه يطلق عليه مول. نحن نتحدث عن وحدة أس آي تسمى مول. المول هو مجرد رقم، وهو كأنك تقول 1 مول من شيء هو مقدار معين من هذا الشيء، كما هي الدزينة أو أي شيء هو رقم. كقولك دزينة بيض مثلا، وهي نفسها 12 بيضة. إذن هكذا المول من البيض هو 6، هو يساوي المول 6. دائما أنسى هذا الرقم، أعتقد أنه 6.0223 ضرب 10^23. دعوني أبحث عن الرقم بالضبط. لدي شعور أن 23 هي خاطئة. أنا أبحث في ويكيبيديا الآن. ها هو، إنه 6.022 وليس 23 ضرب 10^23. إنه رقم كبير. عادة لم نتعامل مع مولات من البيض. لا أعتقد أن قد أنتج بالفعل مول واحد من البيض في تاريخ الكون. إن 10^23 هو رقم كبير جدا. بما هذا مفيد؟ المول مفيد في حساب الذرات. ما هو المول من الذرات أو الجزيئات؟ ما هو هذا العدد الكبير؟ إنه 6 ويتبعه 23 من الجزيئات. هذا رقم كبير. المثير في المول مثلا، لدي مول من شيء إنها كتلة، كتلة بالغرامات. إذن كتلة بالغرامات، لنفرض مول من الكربون. مول of carbon. مول of carbon. لنفرض أنه لدينا هذه الكتلة بالغرامات وتساوي إذن مول من الكربون. إذا كان لدي مول، إذا كان لدي الكثير من ذرات الكربون، فإن كتلتها بالغرامات فإنها ستحتوي على إكس غرام، حيث أن إكس هي الكتلة الذرية لذرة الكربون. الكتلة الذرية atomic mass، الكتلة الذرية لذرة الكربون. وإذا كنت تتحدث عن مول واحد، فما مجموع الكتل الذرية؟ ما هي الكتلة الذرية؟ سأحاول العثور على الجدول الدوري على شبكة الإنترنت. أنا أظهر لك ما أفعله هنا، وهذا ليس خيالياً. سأذهب لجوجل ونبحث عن الجدول الدوري. سأذهب إذن لجوجل. حسناً، دعونا نرى ما إذا كنا نستطيع إيجاد واحد جيد. إذن periodic table، هذا يبدو جيد. لنرى ما يمكن فعله. حسناً، حسناً، سيكون لديك إلى حد كبير كتلة الجسيمات. لنحصل على الجدول الدوري. هذا هو الجدول الدوري. إذن نظرنا إلى الكربون، والذي هو هنا على الجدول الدوري، سنرى أن العدد الذري له هو 6، وهذا هو رقمه من البروتونات، أي عدد البروتونات الموجودة فيه. لنكبر الشاشة للكربون. الكتلة الذرية هي كتلة الذرة كلها. نحن نغوص قليلا في الكيمياء، ومع ذلك فإن معظم كتلة الذرة تقع في البروتونات والنيترونات.
النيترونات والبروتونات تزن تقريبا نفس الشيء، والإلكترونات هي أصغر بكثير. إذا أخذت في الحسبان كتلة البروتونات والنيترونات، هذا مجرد كيمياء أكثر قليلا. في المتوسط معظم الذرات لها عدد متساو تقريبا من البروتونات والنيترونات، والبعض منها لا يملك ذلك. يمكن أن تجد ذرة الكربون مع 7 نيوترونات، ويمكن أن يكون للأخرى 6 أو 5، وهذه تدعى النظائر، لا أريد الخوض في ذلك. فهي نفس الذرة لكن لها عدد مختلف من النيترونات. بشكل عام فإن الكتلة الذرية هي كتلة البروتونات والنيترونات. إذن الكتلة الذرية هي كتلة البروتونات زائد كتلة النيترونات، وعادة ما تكون هي نفسها. لذلك إذا كان العدد الذري هو 6، ثم الكتلة الذرية ستكون 12. لماذا هذا مفيد؟ دعونا نقول لدينا الجاليوم، مول واحد من الجاليوم، أو إذا أخذنا النيوبيوم لدينا مول واحد من النيوبيوم. إذا نظرنا هنا في الجدول الدوري ستجد العدد الذري 41 ومتوسط كتلته الذرية. إذا كان لدينا متوسط لكل النظائر مراجعة حسب ترتيبها في الطبيعة، حسنا هذه هي 92.9، هذه في الواقع أكثر قليلا من ضعف العدد الذري. إذا كان لدينا مول من النيوبيوم أي 6.022 × 10³ سيكون لها كتلة من 93 غراما. هذا بسيط جدا، يمكننا أن ننظر في كل عنصر. نفرض لدينا الكروم، سنرى الكتلة الذرية هي حوالي 52، نرى هذه هناك. إذا كان لدينا مول منها أي حوالي 6·10³، وهذا سيكون له كتلة 52 غراما. هكذا نفكر في المول. إذا قلت لكم لدي مول من شيء، أكون أيضا أتحدث عن عدد الجزيئات الموجودة فيه، وأيضا أتحدث عن ماذا ستكون الكتلة المولية له. وإذا افترضنا أن لديك الجدول الدوري أمامك بعد كل هذه وتسوية كل شيء، لنذهب أبعد من ذلك في الديناميكا الحرارية. حسنا، في الفيديو الأخير رأينا أن الضغط ضرب الحجم، الضغط ضرب الحجم، الضغط ضرب الحجم يساوي، وهو متناسب بشكل ما مع كي، وهذا رقم عشوائي، هذا ثابت معين، متناسب أيضا مع الطاقة الحركية الكلية للنظام، الطاقة الحركية الكلية. قلنا أيضا هو تقريبا متناسب، هذا هذا ثابت وهذا ثابت آخر، هذا ثابت وهذا ثابت آخر، ضرب عدد الجزيئات التي لدينا، ضرب درجة الحرارة، ضرب درجة الحرارة. وقلنا أن درجة الحرارة هي الطاقة الحركية لكل جزيء. بشكل عام يمكننا القول، وهذا يتناسب مع هذا، وهذا متناسب مع هذا، إذن أن الضغط ضرب الحجم هو متناسب، هو متناسب، ونستخدم R وسنعرف من أين أتت خلال لحظة، إنه متناسب مع ذلك، ويساوي ثابت معين ضرب عدد الجزيئات N. حسنا، إذا الآن هذه الـ N نحسبها في المول، نحسبها بالمول.
إذا كانت إن تساوي واحد عندها هي 6.022 ضرب 10 للقوة 23 جزيء، إذا 1 مول يساوي 6.022 ضرب 10 للقوة 23 جزيء. وهي طريقة أخرى لكتابة عدد الجزيئات، وهذه ضرب درجة الحرارة، هذه ضرب درجة الحرارة. وإذا أعدنا الترتيب فإن BV تساوي NRT. لدينا علاقة إذا علمنا الضغط والحجم وعدد الجزيئات يمكننا حساب درجة الحرارة، أو إذا عرفنا عدد الجزيئات ودرجة الحرارة والضغط يمكننا حساب الحجم، على افتراض أن معرفة ما هي R. وسأخبرك ما هي R. R هو ثابت الغاز العالمي وله قيمة تساوي 8.31% جول لكل مول جول لكل مول كالفن لكل مول كالفن. هذا ما تحتاجه في هذه الصيغة، ويجب أن يكون في الجول. لذلك إذا أعطيت الضغط في الباسكال والحجم متر مكعب سيكون الناتج في الجول، المول يجب أن يكون هنا، وهذا هو 8.31% جول لكل مول كالفن، وهذا يجب أن يكون في الكالفن. إذا حفظت هذين الشيئين في ديناميكا الحرارية كلها سيمكنك حل 95% من المسائل، ولكن يجب أن يكون هناك فهم لكيفية ذلك. تذكر أن BV على T تساوي ثابت، أو إذا قمت بتغيير ذلك فإن الناتج هو ثابت. B واحد ضرب V واحد على T واحد تساوي B اثنان ضرب V اثنان على T اثنان. ويجب أن تتذكر أيضا أن BV تساوي NRT، حيث R تساوي 8.31% جول لكل مول كالفن. قد لا يكون لديك فهم جيد لهذه الصيغة لأنك لم تقم بحل مسائل عليها بعد. هذا هي حرفيا شيئين مهمين يجب أن تعرفهما في الديناميكا الحرارية. أراكم قريباً.